من علاماتها لما الشخص تلدغ هاي الحشرة بتكون في عنده صار في عنده بقع حمراء مدورة، وهي من أهم ميزاتها أنها مدورة وما يقارب 2 سنتي قطرها لهاي الدائرة، وإذا ما عولجت فورا بتضل الوضع بيزداد سوء أكثر وأكثر. حشرة القراد هي حشرة صغيرة صعب جدا تراها بالعين المجردة، بتكون عادة موجودة في الغابات أو بين الشجر وبين الحشائش. فبنحكي للشخص إن اللي بيحب يطلع على الغابات أو على المناطق الطبيعة إنه ما يجلس مباشرة على الحشيش، إنه يكون في شيء ما بينه وبين الحشيش من سجادة أو أي شيء واقي، لأنه هاي الحشرة هي بتتغذى على دم الإنسان وبتهاجم اللي هي الجلد. صعب تشوفها، ولكن هي من علاماتها لما الشخص تلدغ هاي الحشرة بتكون في عنده صار في عنده بقع حمراء مدورة، وهي من أهم ميزاتها أنها مدورة وما يقارب 2 سنتي قطرها لهاي الدائرة. ومن خطورة هاي الحشرة إنه ممكن تعمل التهابات في الدماغ أو بقشرة الدماغ اللي بنسميها علميا السحايا، وهي خطيرة جدا وأعراضها يعني كثيرة جدا، من احمرار في الجلد، من السعلة، من التهابات، من حكة، وإذا ما عولجت فورا بتضل الوضع بيزداد سوء أكثر وأكثر. عشان هيك بنحكي أي واحد بتصيبه أو بتلسعه قشرة القراد من الضروري جدا إنه يتوجه للطبيب مباشرة، ما ينتظر إطلاقاً ولا بأي وقت، لأنه كل ما بنتظر أكثر كل ما بتزيد الحالة سوء أكثر. هاي الحشرة بتنتشر أكثر شيء عندنا بالسويد بين شهر 3 وبين شهر 10، يعني تقريباً 6-7 شهور الواحد بده يكون حذر فيها، إنه إذا بده يطلع على الغابة يتمشى. بنعرف إنه الموضوع صعب شوية إنه طالع الشخص يتمشى ويغير جو، ولكن إنه يكون لابس بنطال طويل، الحذاء تاعه برضه يكون طويل شوية، البلوزة أو القميص يكون ذو أكمام فقط للوقاية. وزي ما حكينا دا وبنحكي دائما الوقاية خير من قنطار علاج، فهذه هي أفضل شيء للوقاية لإلها. من ناحية تانية ممكن إنه الشخص يستخدم واقي الحشرات أو المانع للحشرات، إنه يستخدمه على جسمه حتى الحشرة هاي الحشرة أو حشرات تانية ما تقترب منه وما تلدغه. فضروري جدا إنه الشخص يكون ملم بهذا الموضوع أو مش ملم، إنه ينتبه لحشرة القراد خصوصا بعد السيران تاعه، بعد ما إنه كان بالغابة أو إنه كان بالحدائق العامة، لما بروع على البيت إنه يتفقد جسمه والملابس اللي كان لابسها من الأفضل إنه يشلحها ويحطها في الغسيل، حتى إذا كانت في حشرة هو مش منتبه لها أو مو شايفها ما تأثر عليه أو تنتقل لشخص آخر في العيلة. إذا شخص لسعته هاي الحشرة مباشرة بده يشوف إنه الحشرة موجودة على الجلد، إذا كانت موجودة بده يقيمها عن الجلد أول شيء، هذا أول تصرف. الشيء الثاني بده يستعمل المعقمات والمطهرات، والشيء الثالث بده يتوجه للطبيب بشكل مباشر حتى يصرف الدواء المناسب لهاي الحالة. في حال إنه الشخص إن لدعته أو قرصته حشرة القراد وما زالت على الجلد، إنه كيف بده يشيلها؟ فما بنصح إنه يشيلها بالإيد بشكل مباشر. اليوم بدنا نفرجيكم بعض أنواع، هناك أنواع وأشكال مختلفة كثيرة لكيف يشيلها الشخص. مثل هاي بنحكي لها البنسة، إنه يمسكها بطولها وبسحبها ويسحبها بهدوء، ما يسحبها بقوة أو بشيء حتى ما يصير في تخرج في الأنسجة الخارجية للجلد. وفي هاي اللي هي عبارة عن طريقة الحبل زي ما احنا شايفين هنا، عن طريقة زي الخيط بلف عليه زي هنا ما احنا شايفين، بلف عليه بكبسها وبطلعها، وزي ما بنحكي دائما بهدوء بدون ما يستعجل بدون حتى ما يصير في تخرج في الأنسجة الجلدية. من ناحية ثانية هذا التي بي في له وقاية وفي له فاكسين. التي بي زي ما حكينا اللي هو مرض السحايا أو التهاب الأغشية الدماغية.
او لك شيء دماغي. عشان هيك بنحكي احنا انه في فاكسين لهذا المرض حتى انه الشخص يكون مطمئن. وهذا الفاكسين باخذه عن طريق الطبيب او عن طريق الفورت سنترال. وموجود ايضا احنا عندنا بكلونس ابوتيك وفرنا هذا الفاكسين للاشخاص في بعض الصيدليات. وفرنا هذا الفاكسين في بعض صيدليات كلونس ابوتيك للاشخاص اللي بيحب انهم ياخذوه بشكل مباشر دون عمليه انتظار بالفورت سنترال، خصوصا انه في دور طويل حاليا بنتظروا فيه. احنا بنقدر ننصح انه كل شخص اللي هم من محبي الغابات والسيران زي ما بيحكوها، انه بحب يطلع في الطبيعه وما ذلك من هاي الامور، انه ياخذ هذا الفاكسين حتى للاحتياط ما يصير فيه عنده اي مشاكل في المستقبل في موضوع السحايا.